وبالعودة إلى ملف المساعدات التي قدمتها الحملات الإغاثية الرمضانية في قضاء الحويجة في محافظة التأميم، معنا عبر الهاتف من أربيل الدكتور ناصر الفهداوي منسق الحملات الإغاثية الرمضانية. أهلا بك معنا دكتور ناصر. حياكم الله سيدي الكريم، حيا الله مشاهدين قناة الرافدين كادر الكريم. أهلا بك. بداية دكتور، يعني لو تحدثنا عن الحملات أو حملتكم الأخيرة التي قمتم بها في قضاء الحويجة في محافظة التأميم. هذه الحملة جاءت بعد الاطلاع على الأحوال المأساوية التي يمر بها أبناء الحويجة في القرى وفي المناطق البعيدة والنائية، وكذلك في مركز القضاء، أسوة ببقية المحافظات والمدن العراقية التي تشهد ظروف مأساوية في الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها عموم أبناء الشعب العراقي بكل فئاته وبكل شرائحه. كل الآن المأساة كبيرة في العراق، والعالم يدير ظهره لهذه الفئات الفقيرة، ولذلك جاءت مبادرات منظمة أم القرى ومبادرات فرع هيئة علماء المسلمين في الحويجة، وكذلك بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين، وجاءت سلسلة من الحملات في قضاء الحويجة لكي تعين أهلنا في قضاء الحويجة. الواقع المأساوي الذي يعيشونه من انقطاع المياه وكذلك توقف المشاريع الزراعية، لذلك القرى تعيش حالة مأساوية، ولذلك جاءت هذه الحملة بتوزيع المساعدات المالية على العوائل المتعففة وعائلات المغيبين قسرا، وكذلك العائلات النازحة وكذلك ذوي الدخل المحدود. دكتور، هل وضعتنا في يعني تفاصيل الحملات الإغاثية التي تقوم بتنسيقها، وخاصة يعني أهميتها لا سيما في شهر رمضان؟ الواقع المأساوي الذي يعيشه الشعب العراقي يملي على جميع الكوادر الإغاثية أن تضاعف جهودها خلال شهر رمضان وغير شهر رمضان، لكن نتيجة لاحتياج الناس للمادة الغذائية ولكذلك مختلف المستلزمات الإغاثية بد من تقديم سلسلة من الحملات الإغاثية، ونتيجة لعزوف الكثير من المنظمات الإغاثية، وكذلك لأن العالم أدار ظهره لما يجري في العراق ولمآسي الشعب العراقي وظروفه المأساوية وظروف المعيشية الصعبة. لذلك ارتأت منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية وهيئة علماء المسلمين ومؤسسة العراق الدولية والقسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين وفروع هيئة علماء المسلمين في بعض المحافظات أن تعقد اتفاقا إغاثيا لتقديم أقصى الجهود الإغاثية لجميع شرائح المجتمع من النازحين من المهجرين من عائلات المغيبين قسرا، وكذلك عائلات المختطفين، وكذلك ذوي الدخل المحدود، وكذلك ذوي الأعمال اليومية الذين يعملون بالأجر اليومي. هؤلاء الذين انقطعت عنهم جميع العائد العوائد المالية، ولذلك عقد هذا الاتفاق لتقديم أقصى الجهود الإغاثية وتقديم جهود استثنائية إغاثية خلال شهر رمضان، وتم المبادرة بها والابتداء بها قبل شهر رمضان، وقدمت سلسلة من الحملات كثيرة جدا لأهلنا ولعائلاتنا ولأسرنا في مختلف محافظات العراق. نعم، إلى أي مدى أثر وباء كورونا على الوضع المعاشي أو المعيشي في العراق، وأنتم كمنظمة إنسانية وإغاثية كيف تعاملتم مع هذا الواقع؟ وباء كورونا أربك الوضع العالمي بشكل عام، ثم ألقى بظلاله الثقيل على الجهد الإغاثي. كثير من المنظمات عزفت عن تقديم الجهود الإغاثية. نحن نتجول في الخيم ونزور العائلات ونجد بعضها يعني ربما يكون مصاب لكن لا يعلن عن هذا الأمر، نزورهم نجلس معهم نسمع منهم. كذلك الظروف الحظر حظر التجوال والإغلاق والإغلاق الشامل أدى إلى ارتفاع المواد الغذائية وانقطاع السبل وانقطاع بعض الطرق وإغلاق بعض الطرق، ولذلك هنالك بعض السلع الغذائية قد ارتفعت أمام العائلات النازحة والعائلات المتعففة، ولذلك يعني قل
بعض في بعض النواحي قل الجهد الإغاثي، ولذلك يعني نحن ننظر إلى هذا الظرف بعين الاحتراز، نحترز بكثير من الأمور، لكننا يعني لا بد علينا أن نقدم جهودا إغاثية لأهلنا للعائلات المتعففة والمحتاجة والفقيرة. ولذلك جاءت هذه الحملات الإغاثية خلال الأشهر الماضية وتضاعفت بشكل كبير جدا خلال شهر رمضان المبارك. نعم، إذن عبر الهاتف من أربيل كنت معنا دكتور ناصر الفهداوي منسق الحملات الإغاثية الرمضانية، شكرا جزيلا لك.